بس استنى كده، لا استنى كده. عايزين اقول لك منوره الدنيا، ولسه النهارده بتفرج على الحلقه وانت بتقلبي جوزك ومبهدلاه وطرده بره. ايه الافتراء اللي انت كنت فيه في رمضان؟ والله يا ابدا ما كنتش مفتريه، هو الدور كان كده، هو الدور كان كده. وبعدين دي تعليمات استاذ ابراهيم فخر وانا بنفذ التعليمات. شاطره بتسمعي كده الكلام يعني. شاطره. وبعدين ما طبيعي يعني، واحده جوزها اتجوز عليها يعني، كل رد فعل لي، كل فعل رد فعل. طب اللي عملته مع ابوها وقالت له اطلع بره انا فاضيه لك وفلوسي في جيبي بس مين اعملكم يعني؟ هو جبروت والظلم اللي فيه بتيجي منك يعني، ما جاتش من الغريب. هي دي الحجمه في الموضوع، ان انت بتربي في بيتك، بتربي الظلم والفساد واللي انت عملته مع الناس جه فيك انت، فهي كتخه على صغير. انت ملامحك لذيذه وبريئه، بس حولتيها في المسلسل لشر. ده انت كان سهل بالنسبه لك ولا صعب؟ والله ما اعرفش يعني، انا بقرا المشهد بلاقي الدنيا طلعت كده يعني. انا مش محضره يعني، انا بقرا بلاقي الاداء طلع كده، مش عارفه ازاي يعني. عايز اعرف الناس اتعاملت معاك ازاي، وكان ايه ردود الفعل على المسلسل؟ بس هم كلهم كرهوني، بس يعني يعني في اللي استوعبوا ان ده تمثيل، وفي اللي ما استوعبوش قعدوا يشتموا في رهام، وفي ناس انا عايزه اخش المسلسل مخصوص عشان اقتل رهام دي يعني رياكشنات يا جماعه ده تمثيل، وفي اللي كرهني فقال لي برافو قضيتي الدور كويس. فانا انبسطت بردود الافعال الناس اللي فاهمه قوي يعني. وفي اطفال يعني، الاطفال لقيتهم واقفين وبيسلموا علينا، احنا مبسوطين قوي، انت كنت بتزعقي لباباك. ايوه جيل غريب قوي ده. الكارثه دي لوحدها قصه ثانيه. فلا انبسطت بيه قوي يعني. انا زلزال السنه دي، انا عملت السنه اللي فاتت كان عملت ازاي بقى، وعملت يعني عملت حاجات لذيذه، بس زلزال بالنسبه لي كان ليه رد فعل مختلف. شغل مع محمد رمضان وماجد المصري تقولي عنه ايه؟ ممتع مدرسه يعني. انا كنت في مدرسه تمثيل بتعلم كل مشاهدي مع استاذ ماجد المصري، كنت بقعد قبليها وبيقعد معايا وبيقول لي لميا ركزي، ونصايحه ليا فرقت معايا كتير حتى في شغلي دلوقتي وانا بصور بفتكره. تحيه ليه وبالتوفيق في مسلسله الجديد بحر، انا بحبه جدا استاذ ماجد المصري. استاذ محمد رمضان برده شخص محترم جدا ونجم بمعنى الكلمه وفنان، وبيدي طاقه ايجابيه حلوه قوي بصراحه. مش نهايه صعبه ليها كده، فرايك في ده ايه؟ في لمين؟ لرهام. ما هي ليه ايه صعبه؟ خلاص ما هي خدت جوز اختها وراحت تتساوم على السرايا وما خدتهاش، وجبروت يعني هتكمل حياتها. شوف معايا سودة بصراحه. لا وبعدين اقنعت جوزها ان هو يقدم في عضويه مجلس الشعب. انا واحد وقفني في الشارع يقول لي على فكره انا عضو مجلس الشعب، قلت له نعم حضرتك مش فاهم. مش حضرتك بتدوري على مجلس الشعب بس؟ الناس ذهنها حاضر بطريقه فظيعه. بس انا انبسطت. بتجهزي الفترة اللي جاية لنا ان شاء الله؟ بص حاليا بصور مسلسل حواديت الشانزليزيه مع استاذ اياد نصر واستاذ ادوارد ومجموعة جميلة جدا ممثلين، المخرج استاذ مرقص عادل. مسلسل 45 حلقة وعاملة دور مختلف خالص بقى، مش هتكرهوني يعني، هتحبوني ان شاء الله. بس انا بحس المسلسل ده عشان حبيبتي نوها كاتباه. ايوه صح، نوها صح. ايمن وسليم صح صح صح. نتكلم عن بس بعمل شخصية أرستقراطية، هي شريفة مش ريهام. شريفة متجوزة كمال بي وعايشة في سرايا، أخت اسمت اللي هي داليا مصطفى أختها الصغيرة. فبنشوف الأحداث بقى، إيه الصراعات اللي بتدور مع شريفة واسمت ومع كمال بي في سرايا. في شر ولا في شر برضه؟ مش شر. افترى. ما أعرفش بيعملوا كده ليه، بس في ميرسي ميرسي ربنا يخليك.